اختتمت فعاليات بطولة الأردن لكرة السلة 3-on-3 تحت السن 18 عاماً بمشاركة ما يزيد عن 70 لاعباً، وذلك على ملاعب تراكس ماكس وبإشراف من لجنة كرة السلة 3-on-3 واللجنة الأولمبية الأردنية. وقسمت الأندية المشاركة في البطولة وعددها 18 فريقاً على 4 مجموعات، حيث نجح فريق دريمفيل في إحراز المركز الأول بعد تغلبه في النهائي على فريق بيج فور بنتيجة 12 نقطة مقابل 10 نقاط. تعرف أنه كرة السلة 3-ضد-3 اعتمدت بالأولمبياد، ففي الاستحقاق القادم ممكن تكون فرصة أن نلعب بأولمبياد الشباب اللي هي بالأرجنتين سنة 2018. وتحدث السيد عبد الله قطيشات عضو لجنة كرة السلة 3-on-3 عن أهمية مثل هذه البطولات التي أفرزت عددا كبيرا من المواهب التي تستحق تمثيل الأردن في البطولات القادمة، وسيكون هناك المزيد من البطولات في قادم الأسابيع لمواصلة البحث عن المواهب والرقي بهذه الرياضة على مستوى المملكة. 3-on-3 هي لعبة جديدة على بالواقع الحال في الأردن، كانت صارت في قبل هيك مشاركات على تصعيد تنظيم القطاع الخاص، تشكلت لجنة من قبل اللجنة الأولمبية واتحاد كرة السلة بين لجنة 3-on-3 وأنا عضو فيها. هاي اللجنة مسؤوليتها تطوير كرة السلة 3-on-3 في البلد ونشرها. هذا وقد كان المجلس التنفيذي في اللجنة الأولمبية الدولية قد وافق مؤخرا على إدراج هذه الرياضة ضمن برنامج الألعاب في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020.